The present simple tense زمن المضارع البسيط من أهم الأزمنة اللي ممكن تدرسها. كل زمن لازم نعرف عنه 5 عناصر رئيسية. أولا الاستخدام، شو وقت نستخدمه. ثانيا التكوين، من شنو يتكون. ثالثا الكيوردز، الكلمات المفتاحية الدالة عليه. كلمات لما نشوفها بالجملة مباشرة نعرف إنه الزمن هو مضارع بسيط. رابعاً النفي، شلون ننفي؟ خامساً وأخيراً السؤال، كيف أسأل سؤال في زمن المضارع البسيط؟ نشرح النقطة الأولى، الاستخدام، متى أستخدم هذا الزمن؟ أستخدمه عندما أتكلم عن روتين وعادات، مثل I get up at 7:30 a.m. and get dressed for school. I have breakfast, then I leave home at 8 a.m. I walk to school every day. My lessons start at 8:30 a.m. and finish at 1:30 p.m. I walk home with my friends. Sometimes we play in the park near our school. I finish all my homework before dinner. I help my mother and rest for a while. كل هاي الجمل تمثل روتيني وعاداتي اليومية. وممكن انه اغير الضمير انا بضمير اخر، مثل they get up, we have breakfast, she helps her mother. بالنسبة للاس اللي جتي بعد كلمة help راح اشرح ليش خليناها بعد قليل. الاستخدام، قلنا يستخدم للتعبير عن الروتين والعادات وايضا يعبر عن الحقائق. مثال The sun gives us heat and light. الشمس تعطينا الحرارة والضوء. هذه حقيقة. The earth is round. الأرض دائرية. أيضا هذه حقيقة. إذن الحقائق تكتب بصيغة مضارع بسيط. النقطة الثانية اللي لازم نعرفها عن هذا الزمن هي التكوين. من شنو يتكون؟ زمن المضارع البسيط يتكون من التصريف الأول للفعل. Simple present هو بسيط. يحتاج الصيغة الأساسية للفعل وبس. الفعل باللغة الإنجليزية يتكون من 3 صور: البيسك فورم، الحالة الأساسية أو التصريف الأول، والباست سيمبل التصريف الثاني، والباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. في حالة كان الفاعل هي أو شي أو إت، نضيف للفعل أس، شي هيلبس كما ذكرناها بالمثال السابق. وممكن نضيف في بعض الكلمات ES مثل watches، وفي كلمات أخرى منتهية بواي نقلب الواي إلى I ونضيف ES كما في الفعل cry. إذا أجا قبل الضمائر he, she, it يصبح الفعل cries. أما بقية الضمائر I, we, you, they ما نضيف للفعل أي شيء، الفعل يكون مجرد. We go to school by bus. I eat cereal with milk. They watch movie at night. ثالثا الكيوردز، الكلمات المفتاحية والدالة على زمن المضارع البسيط. كلمات المفتاحية usually, sometimes, always, often, never, every زائد زمن. Every day, every week. مثال I usually do my homework after lunch. He always studies at night. We watch TV every day. Negative. خلي ناخذ جملة مثبتة. I play tennis. في حالة ردت أأكد الفعل I do play tennis. لما أريد أنفي هذه الجملة أضيف كلمة not بعد الدو. I do not play tennis. أختصر الدو not في كلمة واحدة contraction تصير I don't play tennis. ناخذ جملة أخرى. He drinks orange juice. عندما أؤكد الجملة He do drinks أنقل أس الفعل إلى الدو وأضيف للدو إي. He does drink orange juice. عند النفي أضيف not بعد does. He does not drink orange juice. أسوي لها contraction. He doesn't drink orange juice. إذن الضمائر أو الأفعال I, we, you, they تأخذ do. الهي والشي والإت تأخذ does. خامسا الاستفهام، شلون أخلي جملة المضارع البسيط بصيغة استفهام أو سؤال. They go to the school. إذا أردنا أن نأكد الجملة They do go to the school.
عند السؤال أقدم الفعل المساعد على الفاعل Do they go to the school؟ وخلي علامة استفهام في النهاية. هل هم يذهبون إلى المدرسة؟ نأخذ مثال آخر She sings a song. للتأكيد She does sing a song. مثل ما تعلمنا أس الفعل انتقلت للدو وصارت does. عند السؤال نقدم الداز على الفاعل Does she sing a song؟ ونخلي علامة استفهام بكل الأمثلة السابقة ممكن نخلي الكيوردز الكلمات المفتاحية بالجمل حتى نوضح أن الجملة بزمن المضارع البسيط لكن لتبسيط الشرح تعمدت أنه ما أخليها وبهاي الحالة غطينا كل ما يتعلق بموضوع المضارع البسيط ومثل ما ذكرت بالبداية أنه هذا الزمن من أهم الأزمنة وبداية لتعلم بقية الأزمنة انتظروني في درس قريب مع السلامة